وأقول قال الله جل جلاله: والمصطفى الهادي ولا أتأول. وجميع آيات الصفات يمرها حقا كما نقل الطراز الأول. وأرد عهدتها إلى نقالها وأصونها عن كل ما يتخيل. قبحا لمن نبذ القرآن وراءه، وإذا استدل يقول قال الأخطل. والمؤمنون يرون حقا ربهم، وإلى السماء بغير كيف ينزلوا. وأقر بالميزان والحوض الذي أرجو بأن منه ري أنهل. وقد الصراط يمد فوق جهنم، فم واحد ناج وآخر مهمل. والنار يصلاها الشقي بحكمة، وكذا التقي إلى الجنان سيدخل. ولكل حين عاقل في قبره عمل يقارنه هناك ويسأل. هذا اعتقاد الشافعي ومالك وأبي حنيفة ثم أحمد ينقل. فإن اتبعت سبيلهم فموفقون، وإن ابتدعت فما عليك معول. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.